انا هرجع لك تاني، بس عايز اشرك هوبا معانا في الجزئيه دي. دايما الثلاثه اللي في نص الملعب في 4 3 3 في منتخب مصر هي الفكره، هي الحكايه. المره دي كان في عمرو السوليه، وكان في حمدي فتحي، وكان في امام عاشور. توسمنا ان امام عاشور يلعب هو فكره التحولات، اللي يعرف يحولك من دفاعيا وهجوميا. وبصراحه عمل كام لقطه في الشوط الاول، بس الكلام ده ما كملش في باقي المباراه بشكل كبير. امتى تتحل الازمه دي؟ امتى تتحل المشكله دي؟ فكره انه 4 3 3 خلينا واقعيين، 4 2 3 1 اصلا في العالم بتقل جدا، يعني مزبوط. البلاي ميكر التقليدي ده بيقل جدا، فانت التمانيتين بتوعك هم اللي المفروض يبقوا رقم 10 زي ما بيحصل في العالم كله دلوقتي. امتى لو المشكله دي تتحل، او ايه العناصر اللي ممكن تغير الشكل ده؟ طيب، هو اولا هو انا وجمال مش متفقين في حاجه. انا بحبس جدا موضوع الواقعيه في المرحله الاولى. انا كنت قسمتها مرحله اولى، فانا مع كابتن ايهاب جلال جدا في ان هو ما غيرش اي حاجه من وقت كارلوس كيروش في الحته. والسؤال بتاعك يا كريم، احنا عندنا مشكله في رقم 8 في ثلاثي في خط النص. يعني احنا اتعودنا على مدار الخمس سنين اللي فاتوا حتى قبل كارلوس كيروش على خطة 4-2-3-1، ان اللعيب رقم 10 هو اللي بيتحكم في رتم الملعب، هو اللعيب اللي بيستحوذ على الكورة، هو اللي بيلاقي حلول لخط الهجوم وبيحركه. من اول ما جه كارلوس كيروش هو كان بيعتمد على فكرة الكرة المباشرة اكتر، الكرة السريعة اكتر. حتى الوحيد اللعيب الوحيد اللي يقدر يعني مع الثلاثي في خط النص، وان هو مع الاربعة ثلاثة ثلاثة، ان هو يستنى على الكوره شويه او ان هو يمسك الكوره ويستحوذ عليها، هو عمرو السولية. عمرو السولية من اكتر اللعيبه في مصر المرهقه جدا، لان هو في النادي الاهلي ما عندوش بديل. يعني حتى تفكير اداره الاهلي في السنه الجايه وموسم الانتقالات الجاي هو ايجاد بديل لعمرو السولية، لان هو الفرد اللي في منظومه خط نص الاهلي اللي عنده الحته الزياده عن اليو ديانج وحمدي فتحي. نفس الكلام بالنسبه لمنتخب مصر. فحتى عمرو السولية اللي المفروض يقدم الدور ده هو مرهق جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين، اللعيبه ما عندهمش التعليمات ان عمرو السولية هو اللي يعتمد عليه في بناء الهجم. امام عاشور مش هيحل القصه دي، امام عاشور لعيب مباشر زيه زي مثلا محمد النني، زيه زي لعيبه كتير قوي. هما اساسا ستة بس بيحاولوا يوظفوهم في مركز الثمانية. بس امام عنده ميزة بصراحة، انه اللاعب اللي ممكن ياخد الكرة من المدافعين بظهره ويعرف يلف ويواجه المرمى ويبدا يحرك بس اللعب. بدون لمسة ابداعية، هو ممكن يسدد، ممكن يكمل في كورة يسند 1-2، بس هو مش اللعيب الريتم اللي يتحكم في الملعب. قفشة بنص مستواه لما بينزل في أي مباراة، سواء مباراة الوداد في نهاية أفريقيا أو حتى كمان في المباراة اللي فاتت، كان بيتقل على الكورة شوية. وشفنا اللينك اللي حصل ما بينه وما بين إبراهيم عادل على الجنب الشمال. إحنا عندنا مشكلة يا كريم في المركز ده. طول ما إحنا هنعتمد على 4-3-3 بتلاتة في خط النص، ما حدش فيهم عنده لمسة الإبداعية، واللعيبة اللي حواليه بيثقوا إن هم يدولوا الكورة ويعمل عملية النقل من خط النص لخط الهجوم، هيفضل عندنا مشكلة في 4-3-3. الحل الأمثل ساعتها إن إحنا نرجع على قديم، نلعب 4-2-3-1. ما نحاولش نعيد اختراع العجلة مع نفس العناصر اللي أثبتت إن كل واحد فيهم ما عندوش القدرة إن هو يتقل على الكورة وإن هو يوزع اللعب. عظيم. أنا من وجهة نظري في المرحلة الثانية اللي اتكلمت عليك يعني معاها، إن إحنا نبتدي نشوف في الحتة دي بالذات عناصر جديدة، عناصر تقدر تمسك الكوره ونديها الثقه، مع ان شاء الله ان احنا نكون ضمننا ان احنا نتاهل لكاس